الأخوة الأخوات الرفيقات الرفاق، مساء الخير، يا هلا فيكم ويانا في هذه الندوة. يطيب لنا أن نرحب بالأخوة الزملاء المنتدين ونشكر لهم قبول الدعوة. معنا الزميل النقابي كريم رضي الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأيضا الزميل النقابي المخضرم السيد هاشم سيد سلمان، يا أهلا فيكم. في الواقع إن هيئة تنظيم سوق العمل هي هيئة حكومية متخصصة لإصلاح سوق العمل في البحرين، وهي تنظيم ذات شخصية اعتبارية يتمتع باستقلالية في الجانب المالي والإداري. حقيقة من خلال هذه الندوة سوف نحاول أن نسلط الضوء على المتغيرات والمستجدات في سوق العمل البحريني، والمحاولة لمعرفة ما أمكن في الجانب الإيجابي، وإن نشير أيضا الجوانب السلبية، ولا بد من التعرف على الأهداف التي قد تأسست من أجلها هيئة سوق العمل. وقد يتطرق الأخوة إلى الجانب التعليمي والتدريبي لطالبي الوظيفة والعمل من أبناء الوطن، وإذا أمكن معرفة هل هناك استجابة من قبل ديوان الخدمة المدنية مع وزارة العمل للاستفادة من سوق العمل في الجانب التدريبي لإحلال المواطن محل العمالة الوافدة. هذا مع الحاجة الكبيرة للعمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص. للعلم إن حجم العمالة الوطنية يقدر حسب سوق العمل ب 160 ألف فقط، بما إن العمالة الأجنبية في البحرين تقدر ب 595 ألف، وهو رقم جدا كبير بالنسبة للعمالة الوطنية، وهذا يتناقض مع التنمية الاجتماعية في ظل الزيادة لحجم البطالة في غياب استراتيجية وطنية للبحرنة. اليوم هناك خبر على موقع صحيفة الوسط على شكل من التساؤل: لماذا التناقضات بين هيئة سوق العمل التي تقول إن الأجور للعمالة الأجنبية بما أنه يعني أكثر أدنى من العمالة الوطنية، بما أن وزارة العمل تقول أن أجور العمالة الوطنية هي من الأجور العليا. بدون شك أن من خلال الزملاء النقابيين المنتدين سوف نطلع على أمور كثيرة بحكم ما يمتلكون من معرفة بهذا الخصوص. اسمحوا لي أن أعطي الفرصة أولا للأخ الزميل النقابي كريم رضي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأيضا باسمي شخصيا، أشكر هذا التنظيم الوطني الرائد على اهتمامه بالملفات العمالية. وأنا في الحقيقة يعني كان لي الشرف أني أكون أكثر من مرة في هذا المكان، وأتمنى أن يسود هذا الاهتمام بالملفات العمالية في مختلف التجمعات والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، نظرا لأهمية هذه الملفات، ونظرا لأن احنا لو يعني عملنا مسح إلى مجمل ملفات اللي في البحرين من سياسية وعمالية وحقوقية وثقافية وغير ذلك، سنجد أن
المسار العمالي يعني تحقق فيه الكثير، وهذا برغم طبعا السلبيات الكثيرة أيضا ما زال هناك الكثير لتحقيقه، لكن إذا قارنا المسار العمالي في البحرين مقارنة بجميع المسارات الأخرى راح نجد أنه مسار ديناميكي ومتحرك ويروح للأمام يتراجع، وهذا طبيعة الحياة على عكس بقية المسارات اللي يعني دائما واقفة من مذهرك وحركة. عفوا بس انا عملت يعني ورقة تتضمن مرور على مختلف المستجدات العمالية، يعني مرور على كل مستجد شريحة أو شريحتين، ثم أروح للمستجد اللي بعده. فالورقة اسمها المستجدات الساحة العمالية، البحرنة وغيرها، التأمينات، نظام الكفالة اللي ذكر الأستاذ في البداية وتوجهات الهيئة بخصوصه، فهو نوع من إطلالة بانورامية، يعني ما راح أتوقف على كل ملف بروحه يعني، وبعدين نطلع بخلاصات قد نختلف أو نتفق حولها. بالنسبة لنمو العمالة حسب الجنسية في البحرين، طبعا مثل ما ذكر الأستاذ في العمالة في الفترة الأخيرة هي تشكل 595 ألف العمالة الأجنبية و160 ألف فقط هي العمالة البحرينية. هذه لو نلاحظ هذا هو نمو العمالة، اللون الأحمر هو العدد الكلي للعمالة، واللون الأزرق هو العدد المهاجرين، وراح نشوف أن نمو العمالة المهاجرة نمو دائما يعني أكبر من نمو العمالة البحرينية على مدى السنوات هذه، من بدأنا نحصل نظام إحصائي في الحقيقة جيد يعني ومتعوب عليه في الهيئة، يعني كان قبل الهيئة وبعدين تم متابعته من بعد إنشاء الهيئة. وأيضا بما في ذلك العمالة المنزلية، طبعا العمالة المنزلية الآن وصلت إلى 111 ألف في آخر تقرير إلى هيئة تنظيف سوق العمل في الربع عن الربع الثاني من 2016، ما طابع الآن الربع الثالث. وأيضا كما ذكر الأستاذ 595 العمالة الأجنبية، مجمل العمالة الأجنبية، و160 ألف مجمل العمالة البحرينية، والمجموع كامل يعني يصل إلى أكثر من 710 ألف، يعني مجموع كامل مجموع العمالة بالكامل. بالنسبة للكفالة والنظام المرن، كشف الرئيس التنفيذي أسامة العبسي للبلاد أن البحرين تتجه إلى تطبيق نظام العمل المرن في أبريل 2017، وراح يسوونه بشكل تجريبي على 48 ألف الآن موجودين في سوق العمل، ولكنهم مو محسوبين على صاحب عمل معين، فهم راح يعني الفكرة أن في كل شهر يعطون 2000 عامل من دلين العمال نظام التصريح العمل المرن. طبعا هي تصريح العمل المرن هو محاولة لتلافي سلبيات نظام الكفالة، لأن نظام الكفالة نظام مدان دوليا، نظام لا يوجد في غير دول الخليج، طبعا في العالم كله غير موجود، اللي هو نظام يتحكم في حرية الإنسان، يعني ما يقدر العامل ينتقل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر إلا بموافقة صاحب العمل، ما يقدر يسافر، ما يقدر يرجع، ما يقدر يطلع، يعني وهلم جرى. وكثير من يعني أنا صارت لي فرص أن أشارك في عديد من المؤتمرات وفي كثير من الدول، يمكن حتى أنتم كحقوقيين أو كسياسيين شاركتون فيها، وراح تجدون أن هذا النظام فريد من نوعه، يعني غير موجود له في الخليج، والآن دول الخليج كلها قاعدة تسوي عملية إصلاح للرد على هذه الانتقادات يعني الشرسة لهذا النظام. في انتقادات ضارية جدا يعني في منظمة العمل الدولي، يعني لما يروحون دول الخليج يسمعون كلام جدا يعني جدا صعب يعني عليهم. ففي محاولات لإصلاح هذا النظام، ولو أنه إصلاحه صعب، يعني هو أفضل طريقة لإصلاح هذا النظام هو إلغاءه، لكن مشكلة أنت في الخليج مضطرين نتعايش فيها، لأنه صار له فترة طويلة من الترسخ، مع أنه لا يوجد له أي خلفية قانونية. يعني أنت لما تروح تقرأ قوانين العمل في دول الخليج كلها ما تقول ذا الكلام، ما في ولا قانون يقول مثلا
صاحب العمل لازم هو مسؤول يحتفظ بوثائق المسافر وكذا العامل أو يحتفظ، ما في هالحكي، أو إنه يمنع، يعني هو نظام قائم بالكامل على الممارسة فقط، ما في أي إلى أرضية تشريعية. بالعكس يعني التشريعات تقول بالعكس، يعني أنت لما تدخل إحنا على موقع هيئة تنظيم سوق العمل في عندهم متعدد اللغات جايد، يعني يسمونه وركر جايد أو دليل العامل، وفي متعدد اللغات بالبنغالي وبالعربي وبالإنجليزي وبالأردو. بالعكس يقول لك لا تسلم وثائق سفر مالك لصاحب العمل، ولا تسوي أعمال مثل ما تقول أنت تختلف عن طبيعة عمل مالك، لكن طبعا اللي يصير على الأرض هو غير. طبعا العبسي برر بهذا الشيء، هو تبرير أنا أشوفه يعني منطقي، أن كثير من اليوم العمال الموجودين اليوم فقط موجودين جابوهم أصحاب عمل عشان يخلونهم بسيرونهم في الفل، يمكن صاحب عمل حتى ما عنده أصلا مؤسسة فهو يجيبه بس عشان يخلي في السوق ويحصل من وراء مبالغ. فهذا يعني على أمل أن هذين 48,000 والذين يشكلون نسبة 8% حسب تصريح رئيس الهيئة من مجمل العمالة، يعني يشكل هذا نوع من يعني منطلق إلى تجربة أن من قبل هل إحنا نقدر نستطيع أن نتخلص من نظام الكفالة أو لا. من ناحية أخرى في إيجابيات لدى النظام، أن أنت بعدين أنت يعني إحنا الحين معظمنا في بيوتنا نستخدم حق البايب فيتر وحق البناء، ومعظمنا نستخدمه فري فيزا، واحد يروح في السوق واقف أو يروح في مكان ويأخذ عمال يجيبهم البيت يصلحون التانكي أو يصلحون أو يبنون حتى، يعني يعني على أمل أن هذا بعدين حتى بالنسبة للمواطن أن أنت تتعامل يا شخص مرسم عنده شيء رسمي تصريح. الآن العامل اللي أنت تجيبه لو صارت إصابة ما يقبله حتى مستشفى، لو تقول له أنا بوديك مستشفى. أنا أتذكر قبل فترة يعني سنوات أو سنة أو أكثر كان عنده واحد يشتغل في زراعة وبعدين انجرحت رجله بالشاول، قلت له بوديك مستشفى، قال لا أنا ما أبغى أروح، أنا فري فيزا، حط عليها مدري تراب وشديه. يعني في عدة إيجابيات لهذا النظام، وأكيد في سلبيات طبعا، لكن هو بأمل أن يكون هذا التجربة لمدة 6 شهور مثل ما ذكر رئيس الهيئة، ويعني وطبعا هي مي أول تجربة البحرين يسويها في حرية الانتقال. في 2009 البحرين جربت النظام حرية الانتقال، كان في مادة في قانون الهيئة تنظيم سوق العمل تنص على حرية انتقال العامل. في 2006 طلعت، لكن بدأ الانتقال حقيقيا بدأ في 2009 التطبيق، ولكن بعدين لما صارت أزمة 2011 أصحاب العمل استعادوا الزمام وقدروا يضغطون، هم كان بعد يبغون يلغون المادة بالمرة يعني، ولكن الضغط مالهم أثمر على أن بدل ما تكون حرية مطلقة جرد صار تعديل في 2011 وعدلت المادة وقالت بدل ما ينتقل العامل فورا من جرد هذا عنده حق أنه يشتغل، أقول عقب سنة واحدة من عمله عند صاحب العمل يقدر يحصل حق الانتقال. بالنسبة لنظرة منظمة العمل الدولية إلى الكفالة، يعني دوليا هذا النظام جدا مدان، أنت مجرد حتى هم ما له اسم عنده في الإنجليزي، يسمونه كفالة يعني من زود سوء هذا النظام، ما في عندهم إلا حتى اسم بديل مثلا يسمونه كفالة سيستم، يعني أنه مو معروف إلا هني، هو دليل يعني أن حتى اللغة ما قدرت تطلع له مسمى آخر يعني. فهم ينظرون إلى أنه نظام يعني للرق الحديث. هاي طبعا أحد الصور، هاي صورة من ملايين الصور اللي منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية تبثها. في 2010 هي منظمة العمل الدولية طالبت الدول بإصلاح نظام الكفالة، طالبت بالذات الأكثر الضغط على قطر بحكم أن قطر عندهم مشكلات تتعلق بالإنشاء الاستادات مع كأس العالم، وهذه الاستادات يعمل فيها تقريبا نحو 1,000,000 عامل نيبالي أو أقل أو أكثر، وهناك معدل أن 7 نيباليين يوميا يرجعون نيبال من العالم، تقريبا من 7 إلى 10 نيباليين يرجعون يوميا جثث إلى نيبال، جثث يعني ميتين منهم واحد من قطر يكون. في ضغط كثير على دول الخليج ولكن أيضا على قطر تحديدا، وبالتالي في ضغوط من منظمة العمل الدولية. يمكن البحرين هي الوحيدة اللي بادرت مبادرات جريئة. أنا شفت بعض الإصلاحات اللي صارت في قطر وفي الإمارات ولكنها إصلاحات ما زالت يعني ضعيفة. يعني مثلا في الإمارات ممكن تنتقل أنت مصاحب عمل إلى صاحب عمل آخر إذا صارت لك مشكلة، وإذا وقف راتبك، وإذا مثلا أسائلك بعدين تروح أنت تثبت. يعني في واجد بالنسبة لقطر مثلا
بس غيروا مثلا سماحوا بحريه الانتقال بس غيروا بدل ما يسمونه الكفيل سموه غيروا بس في القاموس يعني المصطلحات، لكن في الحقيقه الامر ما في. فالبحرين تعتبر يعني هي الافضل في هالموضوع هذا. في حلقه سوتها الجزيره في 2009 عند الموضوع، وهاي من يعني اول ما طبقت البحرين حريه الانتقال ديك الفتره، فصار احتفاء دولي، قالوا ان البحرين تلغي نظام الكفاله وكذا، على ايام كان اعتقد الوزير مجيد العلوي، لكن هو ما كان بهالدرجه من التصور يعني الغاء. العالم احتفى باحتفاء اكبر من حقيقته، لكن هو بالنسبه للخليج كان يعتبر يعني منعطف ان السماح بحريه الانتقال. مثل من بعض التعليقات في على برنامج الجزيره ذيك الايام، يقول من ضمن المعاناه التي يمر بها المقفول، انا ابغي اجدد الاقامه لازم ادفع 1500 ريال قطري تامين و1300 ريال تجديد اقامه سنتين و200 ريال كرت عمل و300 ريال ادفعها للمعقب اللي يسوي لك المعامله، يعني ادفع 3300 ريال وانا مزارع وراتبي كله 700 ريال قطري، يعني لازم اشتغل 6 اشهر عشان ادفع هذه المبالغ. طبعا هنا في تعليق اخر بعد بالنسبه للجذور السوسيولوجيه لهذا النظام في الخليج، هنا ما صار انتقال من المجتمع ما قبل الرأسمالي إلى المجتمع الرأسمالي عبر تدرج، وبالتالي نشأت علاقة مستقلالية بين العامل وصاحب العمل، بين شخص يبيع قوة عمله وشخص يشتري هذه القوة ويدفع. انتقلنا احنا انتقال على طول، تم اكتشاف النفط فتهشمت العلاقات الاقتصاد القديم، وانتقلنا مرة واحدة من اقتصاد الغوص والزراعة والرعي مباشرة إلى اقتصاد قائم على رأسمالية الدولة. ف طبيعة العلاقات العمل ما تتحول تحول مباشر مثل ما تتحول مثل العلاقات الاقتصاد، دائما العلاقات الاقتصاد يتحول بشكل أسرع، بينما علاقات العمل تأخذ وقت إلى أن تنبني العلاقة الاجتماعية. فالعلاقات العمل القائمة كانت في ذاك الزمن في الغوص في فترة الفلاحة كلها قائمة على مثل الواحد يشغل أولاده، يعني واحد يودي ولده إلى النوخدة ويقول له شغل، أو يودي ولده في زراعة أو يشغل ولده نفسه. فالعلاقات دي قائمة بين صاحب العمل والعامل دائما قائمة على شكل نوع من الأبوية، وهذا يخليها تستمر. طبعا العامل الخليجي استقل لأنه بسبب قدرته والثروة اللي عند، حتى لو هو عامل لكن في ثروة نسبية عند العامل الخليجي تخليه يكون إلى حد ما ند لصاحب العمل. بالنسبة للعامل الأجنبي هذا الشيء مو موجود، فلذلك هو ما زال يتعامل إياه يعني مثل الصبي. العقلية، أنا أتكلم عن العقلية، طبعا كل شيء تغير بس العقليات ما تتغير فورا من يصير التغيير في النظام، العقلية تستمر لفترة طويلة. فهذه الجذور أيضا حتى جذور العمالة المنزلية، يعني إحنا استمرينا إلى الخمسينات قبل 50 سنة على الأقل أو 40 سنة، والعمل المنزلي في البحرين وفي الخليج عندنا كله تأدي الأم والأخت والزوجة، وهو عمل غير مدفوع الأجر. يعني انت مره واحده بتجي تقنع الناس اللي عاشوا طول هالسنين بتقول لهم لا هذا عمل، هذا جوب مدفوع الاجر، هذا في يعني وقت وفي جهد يقدم وفي منتج وفي فائض قيمه وفي كل هالامور اللي انت تحسبه، يعني شلون تقنع؟ انت هو عايش طول هالفتره دي يعرف ان الزوجه من واجبها الدين والاخلاق انها تطبخ وتكنس، والام لازم تسوي، يعني فهالنظرة دي كلها موجوده وتخلينا احنا ننظر حتى للعمل المنزلي ما ننظر اليه كعمل. يعني الحين يستغربون الناس انت لما تقول هذا عمل مثل اي عمل، يعني او تقول له اجر او تقول له اجازه وحقوق، يعني للحين مجتمعنا قائم على دل الافكار. يعني طبعا مثلا من نماذج النظام الدفاع عن نظام الكفاله، مثلا امس او اول امس النواب يطالبون بان الشرطه لازم تبلغ ان اي عامل يروح يسوي تحويل في البنك، هي طبعا احد النواب نسيت اسمه، اي واحد لين بيروح يسوي تحويل في البنك لازم البنك ياخذ الفرصه ويتصل في الشرطه يقول لهم كل عامل هارب هني. يعني انا استغربت حتى الوزير وافق، يعني مع ان الوزير طبعا هو يعرف المعايير ووزير العمل، لكن رشيد المعراج هو اللي رفض. رشيد المعراج قال في معيارين، اولا المعايير المصرفيه ما تسمح لنا احنا نسوي هذا الشيء، لان الخدمه المصرفيه لازم تكون خدمه يعني مؤمنه، والمعايير حقوق الانسان ايضا ما تسمح لنا نسوي هذا الشيء. يعني فهي من احد الصور في الدفاع عن نظام الكفاله. ايضا الصحافه ايضا لو تلاحظون كلها تركز على كم يحولون العمال الخارج، يعني كل يومين ثلاثه كل شهر انت تقرا كم يحولون العمال الخارج، شنو التحويلات، كم حجمها، كم كميتها، لكن
ما حد يقول لنا مثلا كم ايضا هذين يسهمون في التنميه، لانه الحين نظره العالم الى العمل المهاجر انه يسمونه ازدهار المشترك. يعني انت تدفع فلوس يقوم بسببها العامل البنغالي يودي بنت الجامعه يعالج زوجته، لكن انت ايضا تستفيد، لان انت اليوم بسبب هذه العماله الرخيصه انت بنيت المرفأ المالي. المرفأ المالي يشتغلون فيه عمال بحرينيين، يعني انت بنيت مثلا مدينه الشماليه او بنيت هذه المدن، يعني ففي ازدهار مشترك. فهم دائما الصحافه الخليجيه بشكل عام بس البحرينيه تركز كلها على الجانب، يعني كم العامل المهاجر يودي الى دولته، لكن ما في تركيز على ان الاسهام الحقيقي للعمال المهاجر في الدول هذه. هاي انتهيت انا من موضوع، وهي الموضوع الثاني الان اللي هو موضوع البحرنه، موضوع طبعا قائمه 1912 ما زال يعني يثير الاشكالات. هي طبعا مجموعه من العاملات الان اللي مهددين بالاستغناء عن مصيرهم خلال بالاستغناء عنهم، مهدد مصيرهم بالاستغناء عنهم خلال فتره 10 ايام، وطبعا الدوله لحد الان تتقاذفهم بين وزاره العمل وتمكين. بالنسبه للبطاله، هذا الملف نشرته مجله يسمونها Global Finance Report في 2015. البحرين شوفون هني، البحرين عقب الأذربيجان، بحرين 4.26% نسبة البطالة. لكنهم لما جوا هني قالوا هناك تعريفات أخرى للبطالة. البطالة لا تعرف فقط بالنسبة العامة، هناك تعريفات للبطالة تتعلق بأن الناس اللي يخسرون أجورهم العالية وتنزل أجورهم إلى هذا أيضا يعتبرون بطالة. الناس اللي ينفصلون من وظائف عالية الأجر ثم ما يحصلون وظائف بريل إلا أقل، هي يعتبر بطالة. فحط عدة تعريفات للبطالة، لكن كل هذا ما ذكرت الأيام، لأن الصحافة تتعامل هي الأمور بشكل اللي تبغي يشوف الأيام. بس كتبت نقل الصحافة عن ملف Global Finance، هي تصريح وزير العمل، البحرين الثاني عربيا و19 عالميا في أقل معدلات البطالة، وهل مجرة من البروباغندا بس، يعني أخذوا بس الشيء اللي يعنيهم، بس ما في في العمق يعني مشكلة البطالة الأخرى. بالنسبة لتأخر الأجور أيضا من إحدى المشكلات اللي نعاني منها. طبعا هالشركة هنا مو مذكورة اسمها، ولكن هذه الشركة العربية للسكر، وهي شركة ما يزعم من الشركات الناجحة في منطقة الحدة الصناعية، منطقة الأمير سلمان الصناعية. الآن في مجموعة من الموظفين فيها من غير رواتب صار لهم 3 شهور. طبعاً أنا تحقق من السبب في مشكلات عند المساهمين بينهم وبين بعض، ما يبون يدفعون فلوس. قعدت إياهم وزارة العمل تحاول تقنعهم أن يدفعون يعني أجور، فهم مختلفين يا بعض وما يبون يدفعون للشركة. التأمين الاجتماعي طبعاً وهو حديث الساعة. في مثل ما شفتون صرحت التأمينات الاجتماعية أن إيرادات 90% من عقارات التأمين تساوي صفر. في أيضا الآن سعي لإصلاح التأمينات، لكن في تكتم ما حد يدري، يعني لحد الآن ما طلع في رسم شنو الإصلاحات. لكن المقالات، أنا اليوم قريت مقالين اثنين، يعني هيئة التأمينات الاجتماعية تكشف عن وجود توجه لتعديل نظام التقاعد بشكل متدرج. شنو التعديلات هذه ما حد يدري عنها، بس أنا لم شفت مقالات اثنين، مقال واحد إلى هشام الزياني ومقال واحد لفيصل الشيخ في الوطن، واثنينهم اتفقوا إلا اثنينهم مطلعين على مذكرة التعديلات هذه. صور يعني المجتمع ما اطلع، النقابات ما اطلعت، الشركاء الاجتماعيين مع الهيئة ما اطلعوا، لكن الصحفيين بسبب يعني ممكن علاقاتهم، وهي جيدة أنهم اطلعوا وكتبوا. أهم نقطتين اللي ذكرها مثلا فيصل الشيخ أن 11 شهر المذكرات دي موجودة في مجلس النواب، وليس من الآن فقط، من 11 شهر هي موجودة، ويعني الرئيس أحالها لجنة الخدمات. اللي ذكرها هشام الزياني أن التوجه من أجل استفادة من مبلغ 1% تأمين ضد التعطل، والاستفادة منه في يعني تمويل صناديق أخرى في التأمينات غير صندوق التعطل، وهذا بدون التشاور مع أحد، مع أن هذا الصندوق أنشئ فقط للتعطل ويحتاج تشريع أنت عشان يتحول اختصاصه أو تستخدم أمواله إلى اختصاص آخر. آخر شريحة إن شاء الله أنا ما طولت، أوكي. آخر شريحة هي المعالجات اللي اقترحها، وهي طبعا بسبيل المشاركة. يجب التخلص سريعا من نظام الكفالة بدون مماطلة، وممكن أن تكون البحرين الرائدة في هذا المجال التزاما بحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.
تنفيذ تحرير العمالة من الكفالة عبر مشاورات موسعة، ينص عليها أيضا قانون هيئة تنظيم سوق العمل أن تصير مشاورات موسعة، اعتماد معالجات البطالة مبنية ليس على الإحصاء العام فقط، والذي حتى لو أصاب فهو غير كاشف عن حقيقة المشكلة بقدر الإحصاءات الفئوية. يعني مثلا أوكي أنت ممكن تقول صح في المجمل 4.6%، لكن أنت لازم تروح على الشرائح عشان تطلع لك المشكلة الحقيقية. شم البطالة في أوساط النساء، شم البطالة في أوساط الجامعيين، شم البطالة في أوساط سكان المحافظة الشمالية، شم البطالة في أوساط المعاقين، شم البطالة في أوساط الشباب. هذا اللي يعطيك يعني الأهمية الحقيقية. إذا ما سوي بريك داون للمعدل العام، معدل العام دائما يخدع، يعني مثل ما ذكرت مجلة جلوبال فاينانس. تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي بعضوية المنظمات النقابية وأصحاب العمل وجمعيات المجتمع المدني والسلطة وأيضا الجمعيات السياسية. إعادة العمال إلى مقعد مجلس إدارة التأمينات. حل قضية قائمة 2012. إنهاء ملف مفصولين 2011 ومن في حكمهم، إما بإعادتهم للعمل وتأمين فترة الفصل أو إيجاد وظائف مماثلة تطابق وظائفهم السابقة طبقا للاتفاق الثلاثي. إرجاع كافة المفصولين على ذمة قضايا لا يحكم فيها بالفصل مثل التجمهر والتظاهر والتجمع والتحريض. الآن كثيرين مفصولين على هالأساس، واحد مفصول بسبب تجمع وتجمهر ويعني يحكم عليه في المحكمة ويفصل على طول، مع أن القانون ينص على الفصل فقط في حالة وجود قضية تتعلق بالشرف والأمانة والأخلاق. كل هالقضايا اللي مفصولين عليها الآن ناس من الكهرباء، ناس من التربية، من غيرهم، ما ينطبق عليها لا قانون الخدمة المدنية ولا قانون العمل. خلاص، شكرا. شكرا لك. شكرا أستاذ كريم، يعطيك العافية. انتقال مباشر. لا بس خلاص يلا في انتقال سلس. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب طبعا بالإخوة وأشكر جمعية المنبر على هذا الاهتمام بتأثيرات سوق العمل على العمالة البحرينية، خصوصا نحن نعيش الآن فترة 10 سنوات من تشكيل هيئة تنظيم سوق العمل بعد دراسة ماكنزي اللي كانت في 2004، وتشكلت على ضوءها هيئة تنظيم سوق العمل في 2006 وصندوق العمل، وتتالت بعدها بعض الرؤى والاستراتيجيات، منها رؤية البحرين الاستراتيجية، رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كل أهداف هذه الدراسات والهيئات أيضا هو أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساس لسوق العمل في البحرين، وأن يكون البحريني هو المفضل لسوق العمل من خلال تدريبه وتأهيله. بعد مضي 10 سنوات من تشكيل هيئة تنظيم سوق العمل وأهدافها التي سوف أتطرق إليها بشكل موجز، هل تحققت هذه الأهداف؟ بعد التطرق إلى الأهداف سوف يعني أدخل إلى الناحية العملية، والأرقام هي الأرقام الرسمية طبعا هي التي ستتحدث، التي تنشر عن سوق العمل في البحرين. أولا، أهداف إصلاحات سوق العمل في البحرين: دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساس للنمو، تمكين البحرينيين ليكونوا الخيار المفضل في التوظيف، والحد من اعتماد الاقتصاد على العمالة الأجنبية على حساب العمالة البحرينية. هناك اهتمام بأن يرتفع مستوى الطبقة الوسطى في البحرين، كانت تشكل آنذاك 45%، كان الاهتمام بأن ترتفع إلى 60%، ومضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015. يعني المفروض الآن تعدينا هذه المرحلة، من 2015 تم مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي. في ظل هذه البرامج المفترض أن احنا ارتقينا بمستوى العامل البحريني
يعني بحيث تسنم الوظائف ذات الدخل المتوسط والقيمة المضافة، وكان هو الخيار المفضل للقطاعين العام والخاص. البحرين طبعا أيضا وقعت مع منظمة العمل الدولية برنامج العمل اللائق. هذا البرنامج وقعت منظمة العمل الدولية مع مجموعة من الدول العربية. البحرين المفروض يبدأ 2010 ينتهي خلال 3 سنوات، لكن توقف في 2011 إثر الأحداث التي حدثت في البحرين. العمل اللائق هذا من ضمن يعني أهميته بأنه برنامج يجسد تطلعات الأفراد في حياتهم المهنية، آمالهم المعلقة على الفرص والمداخيل والحقوق والاستقرار العائلي والتطور الشخصي والعدالة والمساواة بين الجنسين. واللي يطلع على سايت منظمة العمل الدولية يشوف بأن يعني هذا البرنامج يعني تهتم فيه منظمة العمل الدولية بأربعة أسس، وهي استحداث فرص العمل، تطوير المؤسسات والحماية الاجتماعية، المعايير والحقوق في العمل، والحوار الاجتماعي. كما تعتمد على منظمة العمل يعني إعلان العدالة الاجتماعية. طبعا مثل ما قلت توقف هذا البرنامج في 2011، والآن منظمة العمل الدولية تحاول أن تعيد العمل ببرنامج العمل اللائق. من ضمن الأمور التي يعني الدولة ملزمة بها أيضا الدستور، بالإضافة إلى يعني البرامج التي أعدت الدستور. الدستور طبعا يوصي بأن العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب، وعلى الدولة أن تكفل توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. يعني بعد هذه يعني مع وجود هذه المواد والنصوص ومع وجود الأهداف التي رسمت من خلال تشكيل هيئة تنظيم سوق العمل، إلى أين وصل مستوى المواطن البحريني في العمل؟ من خلال الأرقام الرسمية التي نشرت إلى الربع الثاني من 2016، عدد العمالة البحرينية 159,711، عدد العمالة غير البحرينية 595,000. هذا أول فارق ما بين يعني العددين. بس من 2016 من الربع الأول والربع الثاني العمالة الأجنبية التي دخلت سوق العمل في البحرين 29,457 بس من الربع الأول والربع الثاني، بينما العمالة البحرينية 1,255 عامل فقط دخلوا في هذا في هذه الفترة. العدد الكلي يعني لو وضعنا متوسط الرواتب المتوسطة، ما في طبعا احنا ما في عندنا حد أدنى للفقر ولا عندنا تحديد للرواتب مستوى الرواتب، بس احنا لو وضعناها من 500 إلى 1,000 تعتبر مثلا رواتب متوسطة، ما تحتها أدنى رواتب دنيا، ما بعدها نعتبرها رواتب ذات قيمة مضافة. يعني إلى 450 إلى أقل من 450 الرواتب عندنا تقريبا 54,380 بحريني، يعني 34% من العمالة البحرينية، باعتبار احنا عندنا 160 أو 159,000 بحريني يعملون، 34% من العمالة البحرينية رواتبهم متدنية. هذا إذا وعد ما حتى اللي أقل من 500، أنا أتحدث فقط عن الأقل من 450. وهذا الجدول للأسف كان أطلع الجدول الآن أمامكم، من 50 دينار إلى 99
عندنا 435 بحريني من ضمنهم جامعيين، رواتب من 50 دينار الى 99، 435. من 100 دينار الى 149، 949. يرتفع العدد كلما ارتفع الراتب قليلا. من 150 ل 199 2215، ويصل العدد من 250 ل 299 23497. يعني ما زلنا اقل من 300 دينار العدد يفوق 25000 مع الاعداد السابقه، 23000 فقط الا اقل من 300 دينار. وهكذا يعني العدد كل ما ارتفع عن قليل تضاف إليه أعداد إلى أن يصل إلى 54000 إلا أقل من 450 دينار. الوظائف التي توفرت في البحرين في الربع الأول والربع الثاني أين ذهبت؟ كل الوظائف يعني ذات الرواتب المتوسطة وأعلى. أبدأ من 1500 دينار، 7 بحرينيين فقط حصلوا عليها التي توفرت في 2016. هذا دليل على أن نجاح البرامج التي يعني على أساسها يتم تأهيل العامل البحريني ليكون الخيار المفضل. 1500 دينار وأعلى فقط 7 في مقابل 323 غير بحريني. الرواتب من 1000 دينار ل 1499 حصلوا عليها فقط 6 بحرينيين في مقابل 146 غير بحريني. والرواتب من 900 إلى 999 واحد بحريني فقط في هذه الفترة في مقابل 33 غير بحريني. ومن 800 إلى 899 ثمانية بحرينيين في مقابل 71 بحريني. إلى أن يعني آخر رقم بقول الأرقام كلها، من 600 إلى 699 31 بحريني في مقابل 114 غير بحريني. يعني كل الوظائف المتوسطة وأعلى التي توفرت في سوق العمل في 2016، وليس في 2016 فقط، الأرقام أيضا نفس الشيء في 2015 وفي 2014 وما قبلهم. كل الوظائف التي توفرت في سوق العمل ذهبت في معظمها إلى غير البحرينيين، علما بأن عندنا كثير من البحرينيين جامعيين ما زالوا عاطلين عن العمل. يعني وصلت المسألة بأن البيانات اللي نشرت قبل أيام من خلال المصرف المركزي بأن يعني ما يخرج من البحرين، يعني رقم غير طبيعي، ما يخرج من البحرين 890 مليون دينار من العمالة طبعا الوافدة، ما يخرج من البحرين سنويا. كان في 2007 557، ارتفع ل 667 في 2008، وهكذا يعني هبط فقط في 2009، بدأ في الارتفاع إلى أن وصل في 2015 890، في الوقت اللي كانت في 2015 أسعار النفط هبطت والبحرين نزل الدخل، يعني نزل الدخل من النفط بصورة جدا كبيرة، وصل يعني 890 نتحدث عن ما يقارب نصف دخل البحرين، لا يعني أقل من النصف، منقول ثلث كلها تطلع خارج البحرين، علما بأنه ممكن لو تم يعني الاهتمام بالعامل البحريني وتأهيله هذه الأموال كلها بتصرف داخل البحرين وبتستفيد منها البلد. يعني البيانات اللي تحدثت في 2015 ان المدخول من النفط كان 2.9 مليار دينار، 2.9، بينما كان في السنه اللي قبلها 5.45. هذا يعني كان المفروض ان تكون هناك حاله استنفار بان يعني بالمحافظه على الاموال التي تصرف وتخرج خارج البحرين، باعتبار ان احنا بدانا ننزل بنسبه تقريبا 46%، 46.8 نزل مدخول النفط في 2015. في الوقت اللي احنا يعني قاعده الوظائف تروح الى غير البحريني، عندنا قائمه من 2008، وهذا خير مثال على ان
يعني هناك محاولة تهميش المواطن البحريني في الحصول على الوظائف قائمة من 2008 إلى الآن لم يتم حلحلتها. قائمة 1912 في 2014 تقريبا سرح من هذه القائمة 300 شخص 300 موظفة. في 2015 68، في 2016 بدأت تسريح في 66، والآن أيضا سوف تسرح أعداد أخرى. في الوقت اللي الوظائف قاعدة تتوفر في البحرين سنويا، وهذه من إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل. العمالة البحرينية، تطورت العمالة البحرينية من 2007 إلى 2016. كانت العمالة البحرينية بمجملها في 2007 130,000 و129، ارتفعت ل 140,000 في 2008 إلى أن وصلنا إلى 159,000 في 2016. تطور جدا بطيء، يعني من 130,000 في 2007 إلى 159 في 2016. بينما العمالة الأجنبية تطوراتها من 2007 كان 373,655، وصلت في 2016 595,000. يعني الأرقام يعني الوارد الأرقام هذه بين العمالة، الفارق في الفرق بين العمالة البحرينية والعمالة غير البحرينية، من 2007 إلى 2016 فقط الزيادة، نسبة الزيادة بالنسبة للعمالة البحرينية 29,500، بينما معدل الزيادة في العمالة غير البحرينية 221,496 من 2007 إلى 2016. يعني هذا كله بعد ما تشكلت هيئة تنظيم سوق العمل التي جعلت من ضمن أهدافها أن يكون العامل البحريني هو الخيار المفضل في لسوق العمل في البحرين، بينما في الواقع يعني الواقع يقول عكس ذلك. تراجعت نسبة العمالة بصورة كبيرة البحرينية، تراجعت نسبة الرواتب أيضا، ليس فقط نسبة العمالة، نسبة الرواتب في أغلبها لم تذهب للعمالة البحرينية، وأنا أعتقد هذا يمثل فشل في الأهداف المرسومة سواء لهيئة تنظيم سوق العمل أو لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي من المفترض أن يكون الإنسان البحريني المواطن هو محور هذه يعني محور هذه الهيئة أو محور أيضا هذه الرؤية التي الرؤية الاقتصادية. يعني هذا تقريبا مجمل يعني مجمل رؤيتي حول مسألة هيئة تنظيم سوق العمل، وأعتقد بالنسبة لي أراها فشلت فشلا ذريعا في أن ترتقي بمستوى العامل البحريني، سواء يعني قد يكون العامل البحريني مؤهل، وأنا أعتقد أن كثير من الجامعين مؤهلين، لكن ليست هناك إرادة حقيقية في احتضان العامل البحريني حتى يعني تقضي على نسبة البطالة التي أعتقد هي أكثر بكثير مما تصرح به الأجهزة الرسمية.